Hello everyone. تخيل إنك طفل يحب التعلم ولكنك في وطن يصعب عليه الاستمرار بالتعليم بسبب الحرب، وإنك مضطر إلى ترك منزلك وأصدقائك ومدرستك تاركا كل شيء عرفته والبدء من جديد في أرض أجنبية مع لغة جديدة أجنبية وأيضا مع مجموعة من التحديات الجديدة. كيف ستشعر؟ كيف ستتكيف؟ كيف ستحقق النجاح؟ اسمحوا لي أن أعرف عن نفسي في البداية. اسمي بروين، فتاة كردية من عفرين، عمري 27 سنة، ولدت بحلب في سوريا. كنت في السنة الأخيرة من الثانوية العامة عندما بدأت الحرب في سوريا عام 2012. اضطررت أنا وأسرتي للفرار من أجل حياتنا تاركين كل شيء وراءنا. وجدنا مأوى في إقليم كردستان في العراق. بدأنا نبني حياتنا من اللا شيء مع فرص وإمكانيات محدودة جدا. بالرغم من ذلك بقي التعليم هو النور الذي يرشد أهلي وعائلتي إلى الطريق الصحيح. أهلي وعائلتي ضحوا كثيرا ليستمروا ليضمنوا أن نستمر أنا وإخوتي في التعليم. كنت سعيدة جدا بقبولي في جامعة حكومية مرموقة في أربيل، حيث هناك درست علوم الجيولوجيا. ولكن خلال فترة دراستي في الجامعة واجهت صعوبات. صعوباتي كانت في اللغة الكردية المحلية وأيضا في اللغة الإنجليزية. في اللغة الكردية والإنجليزية خلال دراستي للمحاضرات. ذلك لأنني درست خلال طوال فترة حياتي باللغة العربية. وهذا شكل لي عائقا أيضا في تكوين الصداقات وفي التأقلم مع الوضع. ولكن رغم كل شيء لم أتخلى عن شغفي بالدراسة. كنت مستمرة دائما في التعلم وفي تطوير نفسي، وفعلا عملت وجاهدت في تطوير نفسي إلى أن تمكنت من الحصول على منحة سبارك التي ساندتني في تكاليف الجامعية الدراسية. بعد التخرج واجهت صعوبات في إيجاد عمل بمجال تخصصي، ولكن بعد محاولات استطعت الحصول على وظيفة كمعلمة لمادة العلوم في إحدى المدارس اللاجئين السوريين. وهنا أود أن أوجه على بعض الصعوبات التي واجهتها خلال فترة تدريسي كبداية. وكل المعلمون السوريون كانوا يواجهون نفس الشيء، لأننا لم نكن رسميين ضمن نظام التعليم الرسمي في الإقليم. ولكن مع ذلك استمررنا بتعليم الأطفال اللاجئين بشغف وإصرار وإخلاص. في عام 2022 حدث شيء مهم في إقليم كردستان، حيث أقبلت حكومة الإقليم على سياسة دمج التعليم للاجئين للطلاب اللاجئين. كانت السياسة تهدف إلى تضمين تدريجي للأطفال اللاجئين في النظام التعليمي وتدريسهم باللغة المحلية. الأهم من ذلك، غيرت هذه السياسة حياة المعلمين اللاجئين مثلي. أعطت الفرصة للمعلمين اللاجئين المؤهلين أن يتم توظيفهم من قبل وزارة التربية للتدريس في المدارس العامة في الإقليم. وأنا أيضاً أصبحت محاضرة رسمية في إقليم كردستان بالمساواة مع زملائي المحليين. منحتني هذه الخطوة المزيد من الاستقرار والأمان، وزودت لي الرغبة من العطاء للمجتمع. زودت لي الرغبة في العطاء للمجتمع. والآن مدرستي ترحب بالطلاب اللاجئين جنباً إلى جنب مع الطلاب المحليين، وأنا سعيدة لكوني جزءاً من هذه التطورات الفريدة. مع سياسة دمج التعليم للاجئين أصبح للأطفال اللاجئين القدرة السريعة للاندماج في المجتمع وعدم مواجهة الصعوبات التي أنا بنفسي قد واجهتها خلال فترة دراستي في الإقليم. وأيضاً أشعر بالاحترام والقبول أكثر عندما أعلم أو أعطي الدروس للأطفال من المجتمعين المحليين واللاجئين معاً. لا أحد يختار مغادرة بيته بلا أي سبب. أنا ممتنة للفرص التي تيسرت لي. من هنا أريد أن أشكر عائلتي على التشجيع الدائم لي، وعلى أيضاً على الثقة التي منحتها لي. وأيضاً أريد أن أشكر حكومة إقليم كردستان على ثقتهم وجعلي فرداً من مجتمعهم. وأريد أن أشكر جميع المنظمات التي ساندتني وساعدتني في مسيرة حياتي كلها. لكن امتناني يتجاوز الإنجازات الشخصية،
في هذا المنتدى العالمي للاجئين أوجه ندائي إلى العالم بأن يستمروا في دعم اللاجئين وإعطائهم الفرصة لإثبات قدراتهم وإظهار مواهبهم، وأقدم تمنياتي بالسلام والأمل لجميع الدول التي تواجه النزاع والحرب في بلدها ومن ضمنها بلدي أنا سوريا. شكراً.